روح للمدرب داني عموس مدرب فريق انيبال زحله. مساء الخير كوتش. بونسوار بونسوار عياد، يعطيك العافيه. قد ايه مبسوطين بزحله الشباب؟ بتعرف يعني من بعد خسارات متتاليه كنا نحن التارجت تبعنا جيمات هومنتمان هوبس هومنتمان بيبلوس اطلس على ارضها، فالحمد لله قدرنا حضرنا كثير منيح لجيم بيبلوس، طلعت نتيجه لمصلحتنا. لعبت زون ديفنس بالجيم مع انه بلشت مان تو مان، ليه غيرت على الزون؟ كنت محضر انه بدي العب الجيم مان تو مان، بس لقيت على مان تو مان عملوا فرق علينا وما عادش عندنا شيء نخسره. وعم نلعب كثير منيح زون بزحله، لعبنا ضد الشونفيل اللي بخبرك اول 8 كوارتر كنا كثير منيح على الزون بزحله، وكان فول هاوس بتعرف العدد سمحنا فيه الاتحاد. مليتوه العدد شوي. اللي سمح لكم فيه. ايه 100% العدد سمحنا فيه الاتحاد، والحمد لله قدرنا عملنا نتيجه، لعبنا زون ديفنس كثير منيح، صرنا نشكل شوي بريس شوي زون ديفنس، والحمد لله قدرنا ربحنا الجيم. عندك مباراة مهمة يوم الجمعة أمام فريق هومنتمن بملعب مزهر. بتشوف عنده حظوظ فريق أنيبال يعمل تاني فوز متتالي لإله؟ نحن عم نحضر جيم هومنتمن، بس هومنتمن عارضهم صعبين مثل ما نحن بزحلة صعبين. جيم مش محسوم لحدا، بتعرف باسكت بول لآخر دقيقة بالجيم، بس عم نجرب نحضر، إذا الله راد نقدر نربح الجيم. لفت لي نظري على السوشيال ميديا حاطين لك صورة أنت حاطين من جيبها ومن جيب بيا يا حي شوفها على الهواء. رئيس رابطة المشجعين توني ماروني أنه جمهور أنيبال هو بده يجيبها، أنه قلنا يا خي على الزحلاوي ونحن مش رح نقبل، قلنا يا على الزحلاوي يعني خلص خلصت بزحلة لازم نربح يعني. لا قل لي اياها هي الجملة مثل ما هي، قل لي اياها على الزحلاوي انه منجيبها منجيب بير على كيف. لا ليه على الزحلاوي؟ الزحلاوي شو بيك يا داني؟ الزحلاوي يا الزحلاوي منجيبها منجيب بير. هلا زبطت معك، هلا زبطت معك. قالوا انه هن بده يطلعوا جمهور انيبال يجيبها اذا اللعيبه مش عم تقدر. اكيد نحن اللعيبه شوي ما عندهمش خبره، لعبنا هول جيمات عن جد، لعبنا جيمات كثير منيح باول 8 كوارتر، بعدين بتعرف انت الشباب كلهم بالعمر اكبر ناضجين اكثر، يقدروا يكون عندهم اكسبيرينس يلعبونا هاي لو على البوست، عرفت كيف؟ يقدروا يعملوا جاف علينا، بس الفريق يطلع علينا 5-6 دغري يفرطوا، شباب ما عندهمش اكسبيرينس. وكثر خيرهم يعني اللجنه الاداريه ضلت واقفه معنا ومجلس الامناء، كل ما نخسر جيم وفي جيمات خسرنا 50 يشجعوا الشباب يعطوهم معنويات. فضلينا كان في بونس؟ كان في بونس بعد الجيم؟ هني مش مقصرين معنا بونس ولا غير بونس، الزحلاوي بده يقاتل بزحله، حيالله لعيب عم نجيبه عم نحسه صار منا وفينا بيقاتل بزحله عن جد يعني، اجى طارق داخل من دبي ليساعدنا على الجيمات، بتحسه صار منا وفينا اكثر ما عاش بزحله، عم نقول له بدك تنزل طلع عليك، قلنا لا مبسوط هون قاعد. يلا يعني داني موفقين اكيد، مثل ما كل الفرق يكونوا ان شاء الله موفقين، واهم شيء كوفيد يبعد عن كل اللاعبين وكل الانديه لتكون الفرق مكتمله هي وعم تلعب. نلتقى فيكم اكيد يوم الجمعه بلقاء هومنتمن، يعطيك الف عافيه. ثانك يو.